برحب بحضركم مرة تانية وفقرتنا الحوارية التانية مع واحد من النجوم اللي شرفونا قبل كده في البيت الكبير، واحد من نجوم كرة القدم الفلسطينية بالرغم من الصعوبات والتحديات، وانه يعني كتب اسمه صحيح بحروف من ذهب، لكن طبعا هو قاد منتخب فلسطين في انجازات حققها النجم رمزي صالح، طبعا واحد من ابرز حراس مرمى منتخب فلسطين السابق وحارس مرمى الاهلي كمان السابق، ساهم في العديد من الانتصارات مع النادي الأهلي أكيد، وإحنا النهاردة بنتشرف بوجوده معانا في البيت الكبير عشان نتكلم في كلام كتير. أهلا بك يا كابتن. أهلا بيك، طبعا بشكرك على المقدمة، وبجد والله يعني من البرامج المحببة على قلبي إن أنا أكون متواجد معاكم، وشرف عظيم ليا إن أنا أكون موجود لك مرة دايما بتشرفنا يا رمزي بجد، ويعني بنكون إحنا كمان سعداء جدا لما بنستضيفك وأنت واحد من عشاق كيان النادي الأهلي ومن الناس اللي كان ليها بصمة واضحة في النادي الأهلي وحقق بطولات، وعايز أخد من البطولات الثلاثية، يعني الثلاثية دي عشتها إزاي يا رمزي رغم الموسم الصعب الطويل جدا للنادي الأهلي؟ عشت أجواء الفرحة دي إزاي بداية من البطولة الأفريقية التاسعة نهاية بكأس مصر اللي حققه النادي الأهلي الأسبوع اللي فات؟ طبعا يعني خليني في البداية أبارك للجمهور النادي الأهلي، وعندي رسالة بصراحة يعني كل الناس، ما طبعا أنت عارف الناس في فلسطين بيعشقوا حاجة اسمها النادي طبعًا. الأهلي، فكل ما يعرفوا أن أنا بس طالع على قناة النادي الأهلي فبيجيلي مسجات كتير. كابتن علاء ولا مين؟ لا ناس كتير يعني فاهم، كلهم بيبلغوني أن أنا أوصل سلامهم وتحياتهم، وما تتخيلش الفرحة اللي عاشوها أهل فلسطين رغم الظروف الوبائية اللي موجودة في القطاع غزة وفي الضفة الغربية، لكن الناس فرحت قوي بالتحية الثلاثية. كان مهم جدا للجيل اللي موجود في الفترة الحالية انه يحقق المكاسب اللي حققوها فيه، تعرف الجيل ده يمكن وصل نهائيين قبل كده وما حلفوش التوفيق، فكان مهم جدا انه يكللوا نجاحهم يعني بانتصارات عظيمة زي اللي اتحققت، رغم ان كانت جت في ظروف صعبه في موسم من اصعب المواسم طبعا، الظروف اللي بيمر بيها العالم، فتره التوقفات الطويله اللي حصلت، حته خلينا نتكلم برضو جزء كبير على الاداره النادي الاهلي، اتخاذ كان قرار في توقيت مهم جدا تغيير المدير الفني، ده كان جزء كبير من صناعه طبعاً. البطوله رمزي طبعا يمكن انت شفت تصريح اللاعبين في الفتره الاخيره انه فايلر كان مختلف، فايلر قبل الكورونا غير فايلر غير بعد الكورونا، فان انت كاداره تكون لامس الموضوع ده وتتدخل في توقيت مهم جدا وفي ريسك كبير، لكن انت تاخد على عاتقك المسؤوليه دي وتغير مدير فني، يمكن اكتر الناس قعدوا استغربوا من القرار صحيح، لكن زي ما استغربوا من القرار لكن بعد ما حصل الانتصار ده يعني اشادوا بالاخذ هذا القرار طبعا مفهومه، يعني هو كان في ريسك كبير لكن توقيته كان مناسب جدا، عارف انت لما بيجي مدير فني جديد لسه عايز يطرح افكاره على الفريق ويطرح بصمته على الفريق، حقيقه كمان دور اللاعبين ان هم يتقبلوا الموضوع ده وان هم يقدروا يتجاوزوا محنه تغيير المدرب في فتره ويساعدوه هو شخصيا كمان، طبعا كان ليه دور كبير، وحته ثانيه ان انت تكسب بطوله من امام نادي الزمالك برضو نادي محترم ونادي اسم كبير، طبعا كان نهائي اولا هو نجاح للكره المصريه بشكل عام لحقيقة. اول نهائي يمكن من في التاريخ يحصل بين فريقين من نفس البلد، فده انجاز لمصر، انجاز على المسؤولين اللي يعني اصروا على استكمال الدوري رغم كل الظروف اللي حصلت، دي حاجه. تاني حاجه الاهلي عودنا دايما ان هي كان في اسبوع بس بين المباراه الافريقيه ومباراه الكاس، مظبوط، ان انت دي ما بتحصلش الا في النادي الاهلي، ان انت بعد مباراه السوبر تقفل صفحه وما تبالغش في الافراح وان انت تفكر في المباراه اللي بعدها، وده كان دايما مدرسه الاهلي موجوده في الموضوع. الاهلي لعب ماتشين خلال اسبوع بعد النهائي الافريقي الاتحاد قبل النهائي، ان انت تكسب وتاخد بطوله ثانيه، فده يحسب اولا للاداره النادي الاهلي ان انت تقدر تغير تخرج اللعيبه من جو الاحتفالات وما تبالغش في الاحتفالات عشان عندك مباراه وعندك بطوله ثانيه، وتاني الناس تحسب للجهاز الفني اللي هو طوى الصفحه
بتاعت افريقيا وركز على الصفحه المحليه ويا رب تكمل بالسوبر باذن الله، والاهلي يبدا بالدوري الجديد باذن الله يعني زي ما عودنا بتالق باذن الله. انت عصرت وتوجت بدوري ابطال افريقيا في 2008 وعشت نفس تقريبا الاجواء دي بالظبط. الفرق ما بين الاجواء دي في 2020 واجواء 2008؟ لا انا بص اقول لك على حاجه، انا من يعني من اصحاب الحظ السيء شويه. بطوله 2008 كنت مبسوط جدا ان احنا اخذنا البطوله، بس انا ما شاركتش لا اللعيبه الاحتفالات خالص، لان انا ومحمد ابو تريكه اتخذنا في فحص المنشطات، كان النهائي في الكاميرون بعد الماتش على طول. بعد الماتش انتوا الاثنين بس؟ ايوه احنا القرعه جت علينا فحص المنشطات، فكنا قاعدين في الاوضه يعني احتفلوا اللعيبه، صورنا صورتين وبعد كده دخلنا الاوضه مع الجهاز ورحنا حتى الفندق بعد ما اللعيبه بعد اللعبه مشيت. فما كنتش محظوظ قوي في الاحتفال. اديك عشت معاهم برضو التتويج. يعني التتويج اللي فات طبعا يمكن قبل المباراه بتاعت افريقيا نزلت على صفحتي الصوره مع كاس افريقيا. كاس افريقيا والحمد لله انه كانت يعني التاسعه زي ما بيقولوها غابت كتير عن النادي الاهلي وهي بطولته المفضله، وجت طبعا الاحتفال مختلف بطوله افريقيه، وان انت تلعبي في كاس العالم، التواجد في كاس العالم انديه ده لوحده يعني طبيعي. يعني انا كنت شرفت ان انا لعب كنت موجود في كاس العالم في اليابان. حدث تاني بصراحه، نقله كبيره. رغم الناس يعني بعض الناس تقول لك هو يعني دي بطوله شرفيه وبطوله ما لهاش لازمه خالص. يعني ممكن عشان ما راحهاش، يعني في ناس ما راحتهاش فما شافتش يعني. وهو ما عشان كده ما بيحسهاش اللي عايش فيها. يعني كان ليا الشرف ان انا اكون موجود، اجواء تانيه خالص. تشعر بقيمه شعار ناديك ان هو موجود وسط اهم انديه العالم، بطل كل قاره يكون صحيح. متواجد النادي الاهلي يكون متواجد، ده حدث بحد ذاته. يعني بطوله افريقيا مكسبها ده ليه ابعاد كبيره أوه. جدا وابعاد صح. عظيمه طبعا. ابعاد بطوله كاس الامم او اسف كاس افريقيا كان ليها ابعاد على المستوى المعنوي كبير جدا، وانت عارف قد ايه ان المباراه دي خاصه مباراه نهائيه غايبه بقى لها سنين وبتلعب قدام نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان متفوق عليك في الفتره اللي فاتت بالسوبر، ومتفوق عليك قبلها بشهرين في مباراه الدوري 3-1، فده حط ضغوط اكتر على اللعيبه وحسينا بالتوتر شويه من خلال اداء المباراه. لكن دايما بنقول ان وانت شفت ده في النادي الاهلي وهتشرحه لنا، ان رغم الصعوبات ديت لكن بيكون في نماذج مختلفة غير المدير الفني، نماذج الكباتن، اللعيبة ما بين قوسين كده اللعيبة الكبار. دور اللعيبة الكبيرة ديت وكباتن الفرقة أنت شفته إزاي وأنت متواجد جوه النادي الأهلي؟ بس يمكن الأسماء اللي موجودة في النادي الأهلي كل يعني أسماء تخض. ما ننكرش إنه الجيل اللي أنا كنت بلعب معاه كان جيل عظيم جدا، والنادي الأهلي عانى لفترة كبيرة في تغيير جلده، أو تغيير إن أنت لما تيجي مرة واحدة على فريق يعتزل مثلا أو خمسة أو ستة من أهم اللعيبة، مش بس في الأهلي، الأهم اللعيبة في أفريقيا. صحيح. فالموضوع مش سهل جدا، عشان كده اللعيبة دول خسروا مثلا نهائيين أفريقيا الجيل الحالي، لأنه ما كانش عندهم خبرة النهائيات. اكيد دي كانت دروس ليهم، وهو ان انت تحاول وتوصل نهائيين طبعا مش سهل، لكن البطوله غابت وخبره المباراه النهائيه غابت، فبالتالي هم ادركوا الخطا اللي حصل في المباراه النهائيه واستفادوا منها وقدروا انهم يكسبوا الزمالك. عايز اقول لك يمكن كان الزمالك متفوق فنيا في ارض الملعب، بس انا بتفرج الماتش في البيت بصراحه، ما بحبش، وكان صحابي مثلا بيكلموني ومش عارف ايه، فبين الشوطين في واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي احنا وحشين والزمالك، قلت له لا ده بالعكس ده حاجه مؤشر ايجابي فعلا. ليه قلت كده؟ لانه شوفي الزمالك مثلا عودنا، الاهلي لعب مثلا في الماتش ده بنفس اسلوب الزمالك، في الفتره الاخيره الزمالك كان في الماتشات الجامده بيلعب على الهجمه المرتده يمكن وعنده لاعبين بيجيدوا الهجمه المرتده، وهو لما بيمسك زمام الامور لكن عندهم بيبقى مشاكل دفاعيه ورا لما هو بيبقى بيبادر في الهجوم. في المباريات الكبيرة كان بيلعب بنظام بيعتمد على الهجمة المرتدة وبينفذوها بشكل رائع، في ماتش الأهلي ما عملوش كده. الأهلي هو اللي عمل كده. وأكبر دليل إنه الأهلي مثلا اتقدم في الآخر، وكان الزمالك هو نسبة الاستحواذ بتاعت الزمالك كانت أعلى في الماتش الأهلي، فدي خبرة النهائيات زي ما بيقولوها، عرف يتعامل مع المباراة
في النهايه مش هتقول مين لاعب افضل، في النهايه تقول مين بطل صحيح الكاس. مظبوط. فهي دي اللي محصله، اللعيبه استفادت من التجربه دي، الجهاز الفني ممكن يكون تعامل مع الموضوع من ناحيه معنويه اكتر، رغم ان الزمالك كان الشوط الاول خلص وهو بعد هدف التعادل عالي مبدئيا في المباراه وعلي واستحوذ بشكل كبير، بس ان انت تقدر تخرج وتقدر تتمالك نفسك في مباراه نهائيه رغم الضغوط الكبيره، لانه على لعيبه الاهلي عليهم ضغط اكبر لسبب انه قبل كده وصلوا نهائيين وما عرفوش حقوا البطوله اللي هي البطوله اللي متعودين عليها كانت، وكانت بتيجي بكل سهوله للنادي الاهلي. فده كان في ضغط كبير، اكيد اللعيبه الكبيره ليها دور كبير في لم شمل الفريق، اكيد الضغط اللي حصل قبل المباراة بسبب موضوع المنتخب، محمد الشناوي عنده كورونا ما عندوش كورونا، مين هيطلع إيجابي، مين العوامل دي كلها بتخرج اللعيبة من المباراة، لكن انت تقدر تلم نفسك مرة تانية. ودلوقتي ما شاء الله السوشيال ميديا يعني ما بتسيبش حاجة، بيفضلوا بقى يكتبوا ويعملوا، بس ان انت تقدر تلم نفسك وتقدر تجمع فرقتك بالشكل اللي شفناه ده، تاخد بطولتين في ظرف اسبوع، دي حاجه مش سهله، ودي حاجه مش سهل اي فريق غير النادي الاهلي. بس انت كرمزي يعني انت امتى اتفائلت اثناء اللعب الشوطين قلت لا الاهلي هيحقق البطوله دي هيحققها النهارده؟ امتى قلت؟ والله بصي اقول لك على حاجه، والله انا بين الشوطين يعني واحد صاحبي بيقول لي، قلت له لا ده بوادر كويسه، اصل طول ما انت كنت مثلا مسيطر على الماتش لو ما عرفتش تستغل وتجيب جون وانت مسيطر فده طبيعي انه هيجي في الجون، يعني لو ما استغلتش ما هو طبيعي الاهلي مش هيفضل الشوط الثاني زي ما كان في الشوط الاول. في الشوط الثاني اكيد، والزمالك مش هيقدر يمشي بنفس الريتم الشوطين، فطبيعي انت الفتره ما استغلتش فيها تفوقك البدني والفني في ارض الملعب وما استغلتوش وما توجتوش بجون ثاني فاكيد مش هتكسب. لانه انت مش هتقدر تمشي على 90 دقيقه هو نفس الريتم الماتش، ما فيش فرقه في العالم بتبدا بتبقى الريتم طبعا 90 دقيقه نفس الريتم صعبه شويه، فانت لو ما استغلتش تفوقك والحاله الفنيه اللي كنت انت في وقت المباراه اعلى فيها مش هتقدر بعد كده، واضح ان انت ممكن في اي لحظه تتعرض لخساره. هي الفرق كمان جمله كنا بنسمعها واحنا من مدربينا بيقول لك الفرقه الكويسه انها وانت مش في حالتك ما يجيش في الجون طبعا، وتستغل اي فرصه انك ممكن تستحوذ على المباراه موت من 10 دقائق ربع ساعه، لو ما جبتش جون في الربع ساعه دوت هيبقى عندك مشكله. فانت بتتكلم على شق دفاعي وشق هجومي، وفي اوحش حالاتك، ودايما الفرق الكبيره مش هقول النادي الاهلي كان في اوحش حالاته، يمكن الاستحواذ بنتكلم على الاستحواذ الفرق ما كانش كبير قوي، الزمالك مسك نص الملعب بشكل افضل، لكن كمان احنا اتكلمنا على المباريات النهائيه بتكسب ولا تلعب، واستغلال الفرص ان طبعا. استغلال الفرص اصغر الفرص استغلها النادي الاهلي بشكل كبير، فاجماليا المباراه زي ما انت قلت احنا ابطال فيها ما فيش شك فيها. الدور اللي كلمتك عليه مثلا دور الشناوي مع النادي، اوضه اللبس يا رمزي انا بتكلم على اوضه اللبس، وانت عشت اوضه اللبس في بطوله كبيره زي ديت، اوضه اللبس في اعتقادي الشخصي اختلفت، وهي كان سبب كبير جدا في فوز النادي الاهلي بهذه المباراه، اوضه اللبس في النادي الاهلي واوضه اللبس في نادي الزمالك. اكيد شوف حسب شخصيات اللعيبه الموجوده، اكيد لما انت بتكون فريق، لما انت بتيجي بتبحث عن فريق او تكون فريق، انت ما بتدورش بس على لعيبه مثلا مهاريين وفنيين على مستوى عالي، انت بتدور على لعيبه برضو في شق قيادي جوه الملعب، مش هدف بس قيادي اللي هو كابتن الفريق. صح. في لازم يكون كم عنصر قياديين بطبيعتهم في ارض الملعب. شخصية. ممكن شخصيه طبعا. ممكن في حاجات كلمات تأثر، انت كمدافع مثلا كبير وعارف حتى لو مش انت دورك بره الملعب مهم، حتى لو انت ما كنتش موجود في ارض الملعب ممكن كلمه توجيه لزميل ليك في الملعب يفرق معاه كتير، كلمه معنويه بين الشوطين، توجيه حاجات، الحاجات دي تفرق كتير. قبل ما تنزل دايما ان انت تبث الروح في، لما اللاعب الصغير يشوف الكلام ده من اللاعب الكبير بتأثر على نفسيته جدا، لما بتشوف الرياكشنات بتاعت اللعيبه وانه الفرقه الكبار دورهم ان هم يلموا الفريق ويبقى اوضه اللبس، يعني الفريق ما يبقاش فيه نجوم، يبقى هو الفريق هو النجم. مظبوط مظبوط. الاهلي عرف يتعامل مع الموضوع ده، والاهلي ما شاء الله دلوقتي حاليا بقى يمتلك لعيبه خبره
كبيرة يعني. يعني النقطة بتتكلم عليها مش لازم يكون في الملعب. شفنا دور وليد سليمان مثلا وهو بره في حتى في بيته بيبعت للعيبة رسائل بتأثر بشكل كبير بشكل إيجابي. صعب كمان كان بره الموسم كله طبعاً كابتن طبعاً من كباتن الفريق كبير مع الفريق واللي حصل والكلام اللي بيحصل ده وأصلا البدرة اللي هي تجيب مؤمن زكريا في الموضوع طبعاً. دي حاجة يعني بصراحة يعني حاجة الواحد بيفتخر أو بيكون سعيد جدا لما بيشوفها يعني. الأهلي قفل خلاص يعني خلاص صفحة الفرحة والتتويجات ويعني إن شاء الله نحقق الخماسية كمان، ولسه دايما بنقول إن المشوار صعب وعندنا موسم خلاص هيبدأ يوم الأحد اللي جاي ومباراة بكرة طبعا، والأهلي يوم الأحد مع مصر المقصة عندنا مباراة مهمة جدا أمام مصر المقصة. شايف أولى المواجهات مواجهات الأهلي في الموسم الجديد هتبقى مختلفة إزاي؟ الموسم بشكل عام كابتن رمزي شايفه إزاي؟ يعني توقعاتك ايه للموسم الجديد؟ يعني طبعا بص هو موسم صعب لانه في زي ما بيقولوا انديه صعدت تدعيمات بشكل كبير، انديه بتمتلك بيسموها ايه موارد جيده معاهم فلوس يعني بالبلد يعني معاهم فلوس، فبالتالي جابوا صفقات مهمه وصفقات كبيره. الاهلي أكيد ضم صفقات كبيرة، الصفقات دي لازم تعمل تغيير ولازم هيبدأ واحدة واحدة يدخل الصفقات دي في الفريق وتدخل تبقى تكمل النواقص اللي موجودة في النادي الأهلي. أكيد في لجنة تخطيط في النادي الأهلي ومدير فني اختار النواقص ونقاط الضعف اللي موجودة والمراكز اللي محتاجة تدعيم. دخل كم عنصر مهم جدا إن هم يأدوا، بدر بنون يمكن بيعرف يلعب برجليه كويس، الحته دي مطلوبه في النادي الاهلي، النادي الاهلي متعود يبني الهجمات من تحت وبيبني شفت ده في مباراه طلائع الجيش ها؟ يعني انت كمان حارس مرمى ودايما حارس المرمى انت هم دول الاثنين اللي قدامك، قيمت بدري بنون ازاي في المباراه ديت كسرد باك او صفقه للنادي الاهلي؟ بص هو كان هادي بصراحه وبينقل الكوره من تحت وبتستفيد منه في الكرات العاليه سواء عليك او ليك، فهو وجوده ايجابي. محتاج ان هو يتاقلم زياده مع الفرقه، لما يتاقلم زياده هيظهر بشكل افضل. حلو قوي لما بتلاقي مدافع شرس وفي نفس الوقت هادي لعيب كوره فاهم، وخصوصا دلوقتي بقيت يعني بعد قانون اللي هو تلعب الكوره جوه ال 18 بقيت انت مهم محتاج جدا. طبعاً. فانت بقيت محتاج مهم جدا ان انت تنقل الكوره من تحت، فالخروج من الكوره من المدافعين لما يكون عندك مدافعين بيلعبوا بكوره بشكل حلو بيفيدك في نقل الهجمه اسرع وبيطلع بشكل طبعا وطبيعه لعب الاهلي فرقه كوره يعني بتنقل كوره، فده موجود عنصر مهم في الموضوع ده. طبعا هيبدا يدخل دلوقتي بيكام، هيبدا يدخل طاهر، هيبدا يدخل صلاح محسن، ليه فرصه كبيره. انا سمعت ان مروان مصاب فليه فرصه كبيره ان هو يظهر ويقدم نفسه وشخصيته. يمكن كان في البدايه جه بضغط كبير عليه، ضغط لانه جاي بمبلغ كبير، كان في البدايه انتقاله من انبي حط عليه ضغط كبير، دلوقتي اتصور ان هو اتحرر من الضغط ده وبدا يقدم نفسه. اتمنى ان هو يعني يكون اضافه للنادي الاهلي باذن الله. اكيد النادي الاهلي قفل برضه صفحه الكاس وبيفكر بدايه دوري جديده، رغم كل يعني بنتمنى ان المنافسه تكون جامده، لكن ده لصالح النادي الاهلي. كل ما المنافسه بقت قويه في الدوري المصري والمؤشرات كلها بتشير انه يعني ما بقاش في زي زمان فرق ضعيفه. يعني دلوقتي سوق المال بيتحكم في الموضوع، ففي ضخ اموال كتيره في الدوري المصري، كل الفرق دعمت بصفقات وبارقام كبيره. حتى الفرق الصاعده يعني النهارده كنا بنتكلم على السيراميكا زي ما قلت الانديه اللي صعدت انديه معاها فلوس. فبالتالي جاب التدعيمات واسماء مؤثره واسماء خبره في الدوري المصري، فدي كل فريق طبعا عايز ينافس وعايز، لكن يبقى الاهلي هو الاهلي. الانديه دي ممكن تنافس الانديه الشعبيه في الموسم ده؟ بص هو حته اكيد بتنافسي، بس يعني لو اصلا اللي قلت لك المنافسه من صالح النادي الاهلي بس هو في النهايه مين صح؟ بعيدا عن الاهلي، انا بتكلم بعيدا عن الاهلي والزمالك كمان، بتكلم على باقي الفرق الاخرى. شوف هو حاليا دلوقتي الوضع من غير جمهور فده مأثر على الانديه الجماهيريه بشكل كبير طبعا. لما انت كنت بتلعب وجمهورك معاك في ظهرك في الماتش مختلف تماما لما بتلعب من غير جمهور، اكيد هيبقى في شكل تاني للدوري. يمكن انا متوقع ان الموسم الجاي هيبقى اقوى
موسم او اقوى نسخه من الدوري المصري. اتمنى انه ده كمان لفايده لصالح الكره المصريه، لما يبقى في اكتر من فريق ينافس، يطلع لعيبه كتير، يطلع يرقى، كل ده الكلام ده هيروح بفايده على المنتخب المصري وهيروح بفايده على المتعه. يعني في النهايه احنا عايزين نستمتع بكره حلوه، لما اتمنى انه يكون في 10 فرق ينافسوا، ده لصالح الانديه الكبيره نفسها. صحيح صحيح. هرجع لك انت بقى رمزي نفسك، وانت من يعني ايقونه الكره الفلسطينيه بشكل كبير، عميد الكره الفلسطينيه ب 107 مباراه دوليه بطولات. ولو بنتكلم على البطوله الافريقيه اللي فاز بها النادي الاهلي، كانت بطوله صعبه وبطوله غاليه. نفتكر معاك ايه اصعب البطولات اللي انت مريت بيها من خلال وجودك في منتخب فلسطين، او حتى على مستوى لعبك كمحترف؟ يعني ايه اصعب البطولات اللي انت تفتكرها؟ بص، يمكن بطولات النادي الاهلي ما مش هقول صعبه قوي، لانه بصراحه عارف انت عندك ثقه ان انت تكسبها. يعني انا مثلا في ماتشات الاهلي، حتى الماتشات اللي انا كنت ببقى واقف فيها جون، حتى لما بنكون متاخرين او متعدين، اللي كان مستر مانجوزي اول ما بيقوم حد يغير، ببقى واثق انه اللي هينزل ده هيعمل فارق بصراحه. فبيبقى في عندك ثقه في الفريق، ثقه كمان في المدير الفني وتغييراته، ثقه في المدير الفني وتغييراته، ثقه في المنظومه، ثقه في اللاعبين. يعني بص، الاهلي كان اكتر حته يميز، حتى لو الاهلي كان مثلا الماتش ده وحش، لكن هتلاقي عنصر او اتنين في اي لحظه انت واثق انه ممكن يخلص لك الماتش حتى وهو وحش. هو جيل كله بيعتمد على مهارته الفرديه، على هتلاقي ناس يقدروا يصنعوا الفارق. بالظبط. حتى لو انت ما كنتش كتيم ما كنتش كويس في الماتش ده، وما كنتش في حالتك، لكن عندك عناصر تصنع الفرق. هو ده اللي فرق في الاهلي. قلت لك لما تغير 5 أو 6 لعيبه اعتزلوا، فهو ده اللي فرق مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. لكن كمواقف بصراحه اقول لك على حاجه، يمكن كان اعظم بطوله، يعني طبعا كل بطولات الحمد لله، بس هو عارف انت لو بتكسب بطوله مع النادي الاهلي ده تحسه امر عادي. يعني يعني انا اول لاعب فلسطيني مثلا خدت بطوله افريقيا او مش عارف ايه، ما ده تاريخ برضه. وكاس السوبر كمان 2008 طبعا، والسوبر المصري 2008 برضه، والسوبر الافريقي، ومثلا شاركت في كاس العالم، ليه نكهه خاصه. فاهم؟ لكن اقول لك على حاجه، يمكن ده كله طبيعي لانه الاهلي عودنا انه بياخد اي بطوله سهله الموضوع، لكن يمكن البطوله اللي كانت اغلى فعلا لما خدتها، عارف انه مش متعود منتخب فلسطين ياخد بطولات طبيعي. كان انا يمكن شاركت مثلا في 4 تصفيات كاس اسيا و4 تصفيات كاس عالم، بس ما حلفيش الحظ ولا مره رحت الا من خلال البطوله اللي هي بطوله كاس التحدي اللي كانت في المالديف دي، اللي اخذنا البطوله دي. وكان لي الشرف ان انا طبعا شاركت زملائي في حمل الكاس، البطوله اللي هي ودتنا لنهائيات امم اسيا في استراليا، كان لاول مره. فده كان يمكن من الحاجات العظيمه اللي انا تاريخ برضو في حياتي. طبعا يعني تاريخ بيتكتب في السي في بتاعك، او يعني على مدار التاريخ دي البطوله وصلتكم لاول مره توصلوا وتشاركوا في بطوله اسيا. طبعا ففرحه الناس اللي شفتها في فلسطين كانت لا توصف بصراحه. غير طبيعي. فعارف انت يعني لما انت جمهور الاهلي متعود على الفرح الحمد لله وربنا يديم الافراح، لكن عارف انت لما بتعيش في ظروف صعبه ومعاناه وانت تقدر تنشر بسمه على يعني على وش حد، تبقى فرحه غير غير مختلفه. فدي حاجه عندنا، قلت لك انه احنا عندنا الامور صعبه شويه. طبعا. فلما من يعني زي ما تقولوا من رحم المعاناه. صحيح. بتولد. صحيح. فالانجاز ده يمكن يكون الاعظم في تاريخي. واحنا بنتكلم عن السوبر، خلينا ناخد رايك كمان في القرار اللي صدر النهارده بخصوص السوبر الافريقي اللي هيتلعب في قطر، رايك فيه ايه؟ والله بص يعني الاهلي ونهضة بركان، بص اقول لك على حاجه، يعني يتلعب في قطر، يتلعب في الهند، يعني مش شايف الموضوع. يعني بص اقول لك على حاجه، هتلاقي جمهور طبعا المصريين في قطر بسم الله ما شاء الله كتير، هتلاقي جمهور الاهلي في قطر برضو زي في مصر. يعني الموضوع هتلاقي الاهلي عودنا دايما في اي مكان الاهلي بيبقى الاهلي في اي مكان. يعني ما مش شايف يعني ممكن. هو جماهير الاهلي بيني وبينك نفسها تعرف الميعاد عشان عايزين نفرح تاني. يعني ده لسه هيتحدد في النص الاول من 2021. يعني ده لسه قدامنا الامور لسه مش يعني مش واضحه بشكل يعني. بس احنا لو اتكلمنا على المكان، اعتقد تواجد الاهلي مش هيفرق مع النادي. تواجد الاهلي بحد ذاته في اي مكان، كنادي الاهلي نفسه موجود في اي مكان او اي مكان، هتلاقي النادي الاهلي هو النادي الاهلي. يعني
واعتقد يعني المباراه سواء في مصر او مش 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 هتفرق كتير مع نجوم النادي الاهلي ان شاء الله. واضح انك كان موضوع كاس العالم للانديه كان مؤثر فيك وفاكره بشكل كبير. النادي الاهلي ليه خمس مرات لكاس العالم للانديه، دي المره السادسه ان شاء الله كواليسها. وشايف كمان النادي الاهلي طبعا ما نعرفش لسه هنقابل مين، كل يعني كل الكلام ان احنا او متوقع او احنا نتمنى كمان النادي الاهلي يقابل بطل اوروبا البايرن ان شاء الله هناك في قطر. كواليس كاس العالم للانديه ازاي، وتوقعاتك لمشوار الاهلي فيه ازاي ان شاء الله السنه الجايه؟ شوف، يمكن السنه دي لعيبه النادي الاهلي محظوظه ان هو يتلعب في دوله عربيه مش مسافه بعيده. يمكن احنا كنا على ايام بنلعب في اليابان كنا بنسافر 14 ساعه، كنا بنقعد الساعه 3 الصبح نتفرج على الماتشات هنا في مصر يعني. 14 ساعه كنا رحنا قبل البطوله بمده كبيره، عندك الساعه البيولوجيه بتختلف، عايز تتعود على الموضوع ده. الاجواء برد في الوقت ده كان كتير في جدا في اليابان طبعا، فالحاجات دي مختلفه. الوضع ده مختلف بسبب انه انت في دوله عربيه سهل جمهورك يروح وراك، مش زي اليابان. الاجواء قريبه من اجواءك، انت هتلاقي دعم عربي سواء بس مش من المصريين، اكيد كل العرب هيشجعوا النادي الاهلي، فدي ميزه عندك يعني، دي مختلفة انها بتدي لك دعم ودي حاجة جاية لصالحك. ودلوقتي شفنا بكأس العالم أندية حتى اللي شفناها في الإمارات قبل كده كان الفرقة العربية قدمت نتائج كويسة جدا يعني، وأحرجت بأبطال أوروبا. فالموضوع لصالح ان الاهلي. كاس العالم اجواءه بصراحه غير اي بطوله مختلفة شخصيا يعني. من كانت الفتره بتاعت كاس العالم دي يمكن اعظم بطوله شاركت فيها، اجواء مختلفه تماما يعني. فسواء تنظيم سواء كل حاجه بوقت، تطلع الملعب امتى، في التمرين. وانت كمان في اليابان كمان، انا مره رحت في اليابان كان عندنا مع المنتخب الاولمبي مباراه وديه في اليابان، ف يعني عادي احنا دخلنا الاوضه غيرنا ونازلين عشان نسخن يعني، طبيعي بنسخن قبل المباراه ب 45 دقيقه. اول ما نزلنا راح حد من اللجنه المنظمه ياباني فناداني قال لي انت يو ار ذا كوتش، قلت له قال لي طلع الفرقه، قلت له ليه احنا بنسخن، قال لي لا، قال لي دقيقتين وتنزل، نزلت بدري عن ميعادك لو سمحت اطلع الدقيقتين دول وانزل تاني. فكميه التفاصيل والنظام هناك في اليابان غير طبيعي يعني. في 2008 وصلنا تقريبا بعد 14 ساعه الساعه 2 الظهر تقريبا، فمستر مانويل قال لك كله يطلع يجيب يغير وينزل، جايين من سفر 14 ساعه وبعد المطار يعني. قال لك لا ننزل نتمشى، فنزلنا نتمشى ساعه، قعدنا نمشي حوالين الفندق الفرقه كلها. بعدها رجع قال لك الساعه 5 التمرين عشان يخلينا ما ننامش، عشان عارف لو طلعنا كله هينام، فعشان نظبط النوم تظبط بتاعنا. قعد يسهرك وبعد التمرين تاخد شاور وانزل على العشاء بحيث انه يخلي الساعه 9 او 10 كل اللعيبه، كانك يوم عادي في مصر يعني. يعني عملنا كده يعني. لا مهم جدا. لا ما هو لا هو الاجواء مختلفه طبيعي طبعاً. والنادي الاهلي خلي بالك برضو وصوله كاس العالم للانديه على مستوى الماركتنج، على مستوى الدعايه، شعار النادي الاهلي طبعاً ما بين افضل طبعاً افضل الانديه على مستوى مستوى القارات، ده كمان جزء اخر يعني. موجود بين اعظم الفرق العالم ابطال القارات، فدي حاجه مش سهله. الشعار نفسه ده حكايه لوحده لما يتحط مع شعار الانديه دي يعني، كل الانديه اللي مشاركه كان هو نفسها. طب ليه اللي فيه البعض النهارده اللي بيقلل من اهميه المشاركه في بطوله زي كده، بطوله كاس العالم للانديه؟ ما عشان بتفسر ده بايه؟ ما عشان مش عارفين يلعبوا فيها. هو عشان يعني ما راحش وشاف يعني بالظبط. لا كاس العالم هو يعني عارف، كاس العالم الانديه دي اعظم فرق موجوده في العالم. فطبيعي ان انت لما تكون موجود من ضمنهم ده حاجه شرف عظيم بصراحه. ليه ما فكرتش او فكرت الله اعلم تروح تتولى اي منصب في التدريب في فلسطين لحد دلوقتي؟ ليه ما عملتش كده؟ لا بس انا كشق تدريبي مش عايز امشي في المجال ده بصراحه. مش عايز تمشي فيه؟ لا يعني ممكن اكون شكلك مثلا شكلك مختار الاعلامي، الشق الاعلامي.
ايه ده بتحب يعني يعني ده حقيقه مظبوط. لا لا انا بحب الاعلام. حللت قبل كده في ماتشات الحمد لله. ماليش في الشق التدريبي يعني، نفس شايف نفسي شق اعلامي او اداري اكتر. يعني انت واخد الجانب الاداري، لو في منصب اداري بتدير فرقه كمدير كوره الفرقه ده انت شايف فيه اكتر على المستوى الاعلامي، التحليل كمحلل لحراس المرمى ولا لا عام يعني؟ قبل كده شاركت في تحليل مباريات النادي الاهلي في افريقيا، وشاركت في تحليل بطوله اسيا. لا الحمد لله يعني بجيد الشق ده، ومش شايف نفسي ان انا ممكن مثلا ابقى مدرب حراس. بس اتعرض عليك قبل كده؟ بس ما رفضت بصراحه اي حاجه ليها علاقه بالتدريب، مع ان انا خريج تربيه رياضيه. طب ليه بترفض؟ مش مستهويني الموضوع يعني. انا بص انا عانيت في الملعب كتير، فمش عايز ارجع للمعاناه دي تاني. انا بقول لك المعاناه بتبقى اكتر وانت مدير فني، رغم ان اشوف يعني انت حضرتك مدرب كبير. بس هي متعه التدريب. اتجهت للاعلام، بس انت بتشتاق لل اكيد جانب التدريب. أكيد أكيد. انا لسه ممكن مثلا عشان ما جربتش كده فلسه مش، بس انا كرمزي مش حابب. طب على مستوى الاداره، اداره بعض الفرق قريب جدا، ليه ما تكونش مثلا المدير الاداري لمنتخب فلسطين؟ لان انت عندك خبرات كبيره ولعبت في الاهلي وسافرت وعندك خبرات كلاعب وايقونه واسم كبير في فلسطين. والله يمكن، بس يمكن عدم تواجدي في فلسطين هو مؤثر شوية. هو اللي مؤثر شويه طبعا. انا خدمت المنتخب كلاعب كتير جدا، ويشرفني ان انا اخدم. فان انت تسيب مجال لحد هناك، لحد متفرغ للموضوع، لحد ده ممكن يكون تعتقد افضل. تعتقد انه اولى يعني؟ اولى طبعا يعني. انا ما فكرتش في الموضوع، بس طبعا انا شرفني اخدم بلدي، بس انا بصراحه انه في ناس اولى هناك ان هم يقدروا يقوموا بالشكل عشان ده متواجدين. متواجدين بشكل كبير، فعارفين ظروف وعارفين ظروف المنتخب هيكونوا افضل طبعا. على مستوى بقى نروح تاني للكرة وجزء مهم جدا على مستوى التحكيم. انت برضو عشت فترات كان فيها مش هقول اخطاء تحكيمية، لكن كان فيها الجدل حوالين التحكيم. شفت التحكيم ازاي بالنسبة للفار على مستوى الدوري المصري السنة دي، ونقارنه باخطاء الحكام وانت بتلعب؟ يعني شايف في فعلا استفادة كبيرة جدا من الفار، ولا انت شايف ان التقنية محتاجة شوية وقت شوية؟ والله لو جيت عليه على المستوى الشخصي قلتها قبل كده، انا ضد الفار يعني. ضد الفار قتل متعه كره القدم بصراحه يعني. مش شايفه انه لاعب يحتفل. بص التحكيم جزء من اللعبه، والخطا التحكيمي وارد. فالفكره ممكن الناس تكون مش مع كلامي، لكن انا او ممكن لو انت استخدمت الفار، طريقه استخدام الفار يعني شفنا انت مثلا في احيان في الدوري المصري ماتش بيبقى الساعه 3 الظهر، ده انا ما بحبوش ماتش 3 الظهر ده. من وانت بتلعب ما بتحبش تلعب الصبح؟ ما بحبوش سبحان الله. ويكون الماتش اصلا يعني وحش، ويجي يعمل لك الفار ويقعد في الماتش 4 دقائق، الشوط بدل ما 45 يخلص في الدقيقه مثلا 50. فبيقتل متعه كره القدم، فاهم قصدي؟ لا هو المفروض يعني اتمنى، هو بدات تتطور شويه، بقينا يعني نحس انه الوقت بدا يقل، انه القرار اتخذ القرار اسرع شويه يعني. في افواره لسه في البدايه كابتن رمزي، برضه ما ينفعش يعني نحكم عليه دلوقتي. ينفع ان احنا نحكم على التقنيه دي دلوقتي لا ولا لا؟ بس مش الفكره في ايه، انت لما تيجي تنزل تقنيه جديده لازم تبقى برضه تعمل تريننج عليها كتير، تدريب عليها كتير، عشان ما تقتلش اللعبه نفسها. كره القدم نفسها يعني، هي لما التكنولوجيا دخلت بشكل زياده عن اللزوم قتلت المتعه، اللي هي عارف الجدل اللي جزء بيحصل. جزء يمكن جزء اللي انت بتقوله قاله ابو تريكه في بعض في الاستديوهات التحليليه، قتل الجمال الكوره او متعه الكوره كان جاي من جزئيه في البريمير ليج، وكان في جون رائع اعتقد للمان سيتي، ووقفوا الماتش. اللي قال لك تقنيه الفيديو قال من خلال القياسات ان كان تقريبا في 2 او 3 سنتي كان او الوش الادم متقدم 3 مللي اوفر شويه العمليه. فكان رد فعلا انتوا مش دي متعه مش دي متعه كوره يعني. طب ما هو مش في فار وبيحصل جدل برضه، بيحصل حكم عمل والفار ومش ده الجدل زاد مع وجود الفار، فاهم قصدي؟ بس انت فكره انه في حاجات واضحه ما ينفعش كل شويه الحكام دلوقتي بيريح دماغه يقول لك كل شويه فار،
لازم تبقى انت ليك شخصيه اقوى من كده يعني. مع احترامي لكل الحكام حتى في اوروبا بتحصل احيانا بيافوروا شويه في استخدام التقنيه يعني ممكن التقنيه دي يعني تقلل من شخصيه الحكم. طبعا هو بيريح دماغه بالذات هنا بسم الله ما شاء الله في مصر من كتر الضغوط على الحكم فتلاقيه يقول لك يا عم افار وريح دماغي انا لسه احسب بلنتي بسرعه ليه فاهم فاحسب بلنتي لا استنى ارجع للفار. فالوقت ده كله بياخد من وقت المباراه بياخد كل ده على حساب متعه المشاهد اللي عايز يتفرج كوره. مقارنه انت بتتكلم على ريتم الماتش والسخنيه الماتش. أيوة انا بتكلم ككره قدم ما بتكلمش كدلوقتي بس عايز اقول لك حاجه برضو. تقنيه الفار ديت داخله في عمليه الاقتصاد كره القدم. انت عارف المباريات والدوريات الكبيره مبالغ كبيره جدا جدا بتدفع كبطولات والانديه بتعتمد عليها بشكل كبير جدا. تشامبيونز ليج ارقام كبيره جدا اللي يفوز بيها. فدخلوا التقنيه ديت على اساس جزء ان هو يساعد على العدل بمعنى اصح بشكل كبير لان ده يعني بعض الاخطاء بتكلف الانديه فلوس كتيره جدا فداخل فيها عمليه اقتصاديه وداخل فيها الفلوس بمعنى اصح ان ما يعني تخسرنيش فلوس كتير عشان خطا حكم. يعني سؤالك هي لعبه كره القدم دي مش معروفه طول عمرها يقول لك لعبه الفقراء صح ولا غلط؟ طبيعي دلوقتي بدا المال هو اللي يتحكم في الموضوع. الجانب الاقتصادي بدا يتحكم في الموضوع. الجانب زي ما بيقول برضو في لعب بيحصل في الموضوع فهي في النهايه برضو قتلوا متعه كل ده جه على متعه كره القدم. دايما الناس بتتكلم يا زمن الكره الحلوه اللي الناس ما كانتش بتاخد فلوس بس كانوا بيموتوا نفسهم والمتعه في الكره كانت اكتر. دخول انت تعتقد الدخول الاقتصاد والمال في الكره بشكل احترافي قلل من المتعه دي شويه وطبعا اثر عليهم طبعا اثر على متعه كره القدم. ما بقاش في كره القدم اللي هي يعني عارف ليه دايما انت حضرتك بتقول كره زمان صح ولا كان في شويه. هو اكيد التطور اللي حصل اكيد ده زاد. المفروض انت لما بتنزل اي تقنيه جديده او اي مثلا تعديل في القانون قانون الكوره مثلا عشان ترفع رتم صح بتنزل في مقابل تقنيه بتهدم او بتهدي الرتم ده فاهم قصدي. انت ضد الفار ايه تماما؟ لا والله مش بحبه والله العظيم مش بحبه شكلا وموضوعا خالص. هو ممكن احنا يكون مصدقينك من غير ما تحلف يعني حسينا ممكن يكون فايده ممكن دي وجهه نظر شخصيه طبعا يعني ممكن اكون غلط ما فيش اي مشكله. بس هو حتى لو هم بيستخدموها اوكي بس تكون اسرع من كده وبالذات في الدوري المصري. مش كل كوره يقف عليها الحكم يعني في حاجات بتكون واضحه فتلاقي الحكم او في حاجه مثلا قدام عينه تلاقي صفر بلن وبعد شويه يرجع للفار بعد 10 دقائق يقول لك لا مش طب ما هي واضحه اصلا فاهم قدام عينك يعني. هو احنا شئنا ام ابينا بقت موجوده لازم بقى بصراحه يبقى لجنه يعني الحكام يطوروها شويه ويسرعوها شويه لانه اصبح علم كره القدم اصبحت علم واصبح في تحديث وانت لازم تكون اب تو ديت باللي بيحصل في يعني مع العصر والمواجبه العصر. فما افتكرش ان هي ممكن تتلغى باي حال من الاحوال مستحيل يعني. تتلغي خلاص هي مستحيل تتلغي. بس انا قصدي انا دي وجهه نظر الشخصيه انا ما بحبهاش بس خلاص يبقى موجوده يبقى نطور في استخدامها. بس يعني لاحظ انت اول سنه في الدوري الانجليزي عملوها كانت ما كانتش كويسه وما كانوش بيجدوها. السنه الثانيه عدلوا منها بشكل كبير جدا صحيح. صح ولا غلط؟ صحيح. هو ده المطلوب يعني احنا دلوقتي اتمنى ان يكون في تدريب اكتر على استخدامها وتقليل مش مع كل كوره تستخدم يعني لازم يبقى الحكم شخصيه الحكم تسيطر على الفار مش الفار يعني مش كره يريح دماغه ويصفر فيها عشان يرجع يا كابتن. بس لا طب ما هو رجعنا بقى لا انا اتفق معاك في الجزئيه ديت ان لازم على مستوى التحكيم المصري يكون للتكنيكال يكون افضل يدرسوا افضل من كده. على مستوى قوانين او بروتوكول الفار لازم يكون معروف بشكل واضح وصريح حتى للاجهزه الفنيه واللعيبه مش كل شويه اللعيب يقول لي روح الفار. فكمان اللعيبه لازم تعرف امتى تقنيه الفار تستخدم خلال المباراه وامتى لا. ولو عدى هذا الحدود يبقى في انذار وفي طرد لان دي هتبقى بقى متعه الكره زي ما انت بتقول. هي تقنيه مفروضه علينا لكن تطور تضمن العداله تضمن العداله في والله بصي الجدل موجود في مصر المفروض في فار ما فيش فار المفروض يعني. بس الجدل موجود في كل الاحوال ومستمر صحيح. احنا بنشكرك جدا ربنا يخليك. انا سعيد ببارك لاداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين
والعاملين في النادي الأهلي الثلاثية التاريخية، ويا رب تبقى رباعية وتبقى خماسية بإذن الله. وسعيد بتواجدي وببلغكم تحيات أهل فلسطين كلهم، ويا رب من نجاح لنجاح. وشكر خاص لحضراتكم بجد، بكون سعيد في التواجد. نورتنا يا رمزي، وتحية خاصة طبعا لأهل فلسطين وكل أهلنا في فلسطين، وخاصة اللي بيشجعوا النادي الأهلي بحب أنا عارف، وعلى رأسهم أنا عارف الكابتن علاء، ودايما بيبعت لنا تحياته وأفراح فلسطين بيها. رمزي بنتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في مستقبلك، وإن شاء الله تكون إعلامي محترم أو يكون إداري إن شاء الله بشكل جيد جدا. بنشكرك شكرا جزيلا، وبنكون سعداء دايما بوجودك معنا هنا في البيت الكبير. ربنا يخليك شكرا حبيبي، نورتنا يا رمزي، نورتنا. بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير الكابتن فتحي نصر في البيت الكبير.